مفيش في الدنيا أغلى من وطن، ده الكل عندي. أول ما يقولوا مصر ألاقي نفسي أبكي لوحدي، أتحدى أنا أي حد يحبها في الكون ده قدي. مفيش في الدنيا أغلى من وطن، ده الكل عندي. أول ما يقولوا مصر ألاقي نفسي أبكي لوحدي، أتحدى أنا أي حد يحبها. أعزائي المشاهدين، ومعنا سيادة اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، ومشرفنا في بلد التاني هنا. بنرحب بحضرتك. أهلا بيك يا فندم. سيادة اللواء، مبدئيا كنا عايزين نعرف رأي حضرتك في إنشاء جامعة جنوب الوادي، قناة تبص من الجامعة ينشئها الطلاب، ودي بصراحة لأول مرة تبقى في الصعيد وفي وجه البحر. طبعا جامعة جنوب الوادي أنا بعتبرها دي أكبر جامعة دلوقتي حاليا في مصر، وهي الجامعة الوحيدة اللي على 1000 فدان، وإحنا شفنا الإنجازات الكبيرة جدا اللي إحنا شفناها خلال الفترة الأخيرة ومدى التوسعات اللي موجودة فيها. ودي طبعا أنا بعتبر والجميع بيشهد على سمو وزير التعليم العالي دكتور سيد عبد الخالق ان جامعه جنوب الوادي بتعد افضل جامعه في مصر حاليا، وانها يعني جامعه واعده، وان شاء الله في المستقبل هيكون لها وضع كبير جدا، مش بالنسبه لجنوب الوادي، بالنسبه لمصر كلها. ست لو كنا عايزين نعرف راي حضرتك، هل بدا تنفيذ مشروعك؟ بدا تنفيذ مشروعك، وبدا في الصعيد هنا في الفعل، واحنا طبعا تحت الجامعه شريك معانا فيها، احنا جامعه جنوب الوادي، وجميع جامعات الصعيد كلها داخله معانا في هذا المشروع، لان دايما الجامعه بتعتبر بيت الخبره للمحافظه. وايضا المشروع طبعا بيحتاج في بعض المشاريع تحتاج تدريب حتى تولاها الجامعه، والجامعه هي هتكون اساس بالنسبه لهذا المشروع، والمشروع مش هينجح الا بالجامعه. مؤتمر شرم الشيخ حضرتك، هل بدا يجني ثماره خاصه في الصعيد؟ مؤتمر شرم الشيخ طبعا له ثماره، وبدا بالفعل وبدا يطبق، وفي مستثمرين، وهيبدا بالفعل هيعقد مؤتمر اقتصاد ان شاء الله خلال شهر، في اول شهر 6 لمنطقه صعيد ككل، وهنقدم فيه سبب المحافظين هيقدموا في كل المشروعات اللي عندهم اللي هنبدا نقدمها لمشروع الاقتصاد القادم ان شاء الله. احنا عايزين نعرف رؤيه حضرتك بخصوص جامعه جنوب الوادي، وبما انها طبعا جزء مهم في تنميه الصعيد. جامعه جنوب الوادي انا بقول دي مناره الصعيد هنا ومناره جنوب الوادي، وجامعه جنوب الوادي يمكن الدكتور عباس اللي هو رئيس الجامعه، هو ده اخ وصديق، ويمكن انا فتره وجودي في محافظه هنا كان شريك معايا في كل المشاريع الموجوده، وايضا لما كان ماسك كليه العلوم كان له يعني الفضل في اكتشاف بعض الثروات المعدنيه الموجوده عندنا في محافظه هنا لما بقول على المثلث الذهبي، وده انا الفتره الجايه ان شاء الله هيكون لها اثر كبير جدا، مش على مستوى الصعيد، على مستوى مصر كلها، لان في جبال ذهب، في فوسفات، في حاجات كتير، في رخام، في حاجات كتير جدا في هنا، وبالتالي بقول هنا غنيه، وان الجامعه هي المفتاح الحل بالنسبه ان احنا خلال الفتره القادمه هيبقى بدايه التنميه وبدايه تنميه موارد الدوله والثروات من جامعه جنوب الوادي. سياده اللواء، اخيرا كنا عايزين كلمه من حضرتك توجهها لابناء قنا، بما ان حضرتك مشرفنا النهارده في بلد الثاني هنا. بقول لابناء هنا ان شاء الله احنا في مشروع، مشروعك اللي احنا عاملينه دلوقتي حاليا، هذا المشروع ده مشروع تنموي، وما بيقتصرش على تشغيل الشباب فقط، لكن هو مشروع تنموي كبير جدا هينمي المحافظه وهينمي مصر كلها، لان ده التمويل فيه ملوش سقف، يعني البنوك هتمول 200 مليار جنيه على مستوى مصر كلها، ده فبالتالي هتبقى في حركه تنميه على مستوى القرى وعلى مستوى المدن. واتمنى ان شاء الله ان الجامعه تفعل هذا المشروع، وانها والطلبه يبقوا شريك اساسي معانا فيه. بنشكر حضرتك يا فندم، وشكرا على وجود حضرتك معانا ونورتنا. شكرا يا فندم. انا بشكرك، انا تهديب ونزاع كبير. مشاهدين، معانا الست لواء عبد الحميد الهجان، محافظ هنا. بنرحب بحضرتك. اهلا وسهلا، انا اللي برحب بيكم
وسعيد بيكو يعني كليه الاعلام. طبعا انا حضرت الافتتاح بتاعها وسعيد ان انتوا عاملين يعني وحده اذاعه ووحده تسويق خارجي، وربنا يوفقكم ان شاء الله. بنشكر حضرتك على حضورك النهارده الاحتفاليه، وطبعا حرص سيادتك على التواجد مع ابنائنا وخاصه في يوم زي يوم اليتيم. عايزين نعرف راي حضرتك النهارده في الحفله، وخصوصا حفله عيد اليتيم النهارده. طبعا انا سعيد جدا طبعا ان انا بحضر النهارده الاحتفال بيوم اليتيم، لان دول زي ما بقول دول ابنائنا واحفادنا اللي لازم نهتم بيهم، دول جزء من المجتمع ولازم نفعله ولازم نشاركهم في الفرحه بتاعتهم ولازم ندخل عليهم البسمه احنا كلنا واي حد في المجتمع عندنا، سواء في الدوله سواء في المحافظه سواء رجال الاعمال سواء الجمعيات، لازم كلنا نشارك في اسعاد هؤلاء الايتام. انا الحقيقه سعيد لما بزورهم، كنت في دور الايتام، انا بلاقي منهم كفاءات غير عاديه، سواء من حفظه القران سواء من المتقدمين واللي بيطلعوا اوائل في المراحل التعليميه، ان شاء الله بنتمنى ليهم مستقبل زاهر. طبعا انا النهارده اللي بشوفه ده برضو تعاون ومشاركه من جهات عديده، سواء مديريه الامن سواء القوات المسلحه سواء الجامعه سواء قصر الثقافه سواء المحافظه، دي مشاركه فعلا هايله في سبيل ان احنا بنسعد الايتام اللي موجودين معانا هنا. هل حضرتك في الرؤيه المستقبليه والخطه المستقبليه للمحافظه دعم مادي لهؤلاء الاطفال؟ ان شاء الله طبعا احنا بنقف جنبيهم بالتنسيق مع وزاره الشؤون الاجتماعيه اللي هي التضامن الاجتماعي، واي حاجه بيحتاجوها فعلا احنا بنلبها لهم، بالاضافه ان احنا ان شاء الله في سبيلنا في ارض مخصصه ان احنا دار للايتام كبيره تبقى على مستوى، بحيث ان يبقى فيها طبعا هتبقى داخلي يبقى فيها مراحل تعليميه مختلفه يبقى فيها نواحي ثقافيه رياضيه عشان يبقى انسان صالح في المجتمع ان شاء الله. عايزين رساله من حضرتك توجهها للاطفال النهارده وتحفزهم على ان هم مش معنى ان هم ايتام ان هم ما لهمش مكان في البلد، عايزين رساله تحفيزيه ليهم ان هم يكملوا يدرسوا. ان شاء الله انا بقول لهم مصر كلها معاكم، قوات مسلحه شرطه تربيه وتعليم كل جميع الوزارات جميع الجهات المعنيه، احنا لازم نهتم بيهم، واحنا يعني فعلا مكاتبنا مفتوحه منازلنا مفتوحه ليهم عشان نقف جنبيهم ان شاء الله ويبقوا اعضاء فاعلين في المجتمع باذن الله. طبعا في تعاون كتير بين المحافظه وبين جامعه جنوب الوادي، عايزين نعرف ايه وجه التعاون بين الجامعه والمحافظه؟ لا طبعا الحقيقه في مجالات كتير جدا للتعاون، يعني احنا بنكمل بعض، يعني احنا بنكمل بعض، احنا اسره واحده. يعني انا هديكي مثل بسيط للتعاون، احنا عاملين دلوقتي في المشروع الجديد اللي هو مشروعك اللي منتشر دلوقتي على مستوى المحافظه، عاملين مكتب في كل، احنا من ضمن الحاجات الشركاء بتوعنا الجامعات المصريه، جامعه جنوب الإنا شريكه لمحافظه إنا في المشروعات بتاعتها، بحيث ان لو اي مواطن تقدم عشان يحصل على مشروع محتاج اي مساعده من الاساتذه في الكليات المختلفة في الجامعة احنا فعلا بننسق معاهم. يمكن البداية بتاع المشروع كان هنا بدأ التنفيذ فعلا، وكان حاضر معنا طبعا الدكتور عباس منصور لما اطلقنا المشروع هنا من هنا، ودي كانت حاجة كويسة ان احنا بنطلق المشروع هنا من هنا يعني في احدى طبعا محافظات جنوب الصعيد. فطبعا المشاركة مع الجامعة طبعا في حاجات كتير جدا، يعني حتى في مجال البناء في مجال المرافق في كل شيء، احنا طبعا بنستعين من الاساتذه بتوع الجامعه بخبرتهم العلميه العظيمه في مساعدتنا في كثير من المشروعات. يعني اخيرا عشان وقت حضرتك، زي حضرتك عارف ان جامعه جنوب الوادي قامت بانشاء قناه تلفزيونات وبث من الجامعه بانشاء الطلاب وشغل الطلاب، عايز اعرف راي حضرتك في الموضوع. طبعا دي حاجه هايله، لان انا بعتبر دي يمكن ما حصلتش قبل كده في الجامعات المصريه، واول جامعه تتم فيها هذا الموضوع، فدي طبعا مبادره طيبه، ودي بتدل على فعلا ان ابناء محافظه هنا عندهم حماس وعندهم يعني قوه ان هم يعملوا اي حاجه باذن الله ان شاء الله. شكرا لحضرتك. اعزائي المشاهدين معانا اللواء عادل عبد العظيم مدير امننا، بنرحب بحضرتك يا دكتور. اهلا بك يا فندم، مرحب بك، اهلا وسهلا. سياده اللواء كنا عايزين نعرف راي حضرتك في الاحتفاليه المقامه عيد اليتيم النهارده. وطبعا عيد اليتيم ده عيدنا كلنا، لان اليتيم ده مش خاص ببلد او بناحيه او ده، كلنا بنبقى عندنا الايتام، واحنا لما بنكبر حتى وبنفقد الاب والام بنبقى ايتام. فاليتيم ده اللي موصى عليه الرسول والقران قايل فيه ايات كثيره وصور كثيره، بنحتفل بيهم بنحبهم ولادنا واحنا منهم وهم منا، ويعني دول يعني الغره بتاعتنا واجمل حاجه لينا هم الايتام، نرعاهم ونحافظ عليهم ونساعدهم ونبقى معاهم بصفه مستمره باذن الله. يعني وانا بوعد بقول برضو ان مكتبي مفتوح لهؤلاء
ال 24 ساعه في اليوم وعلى طول السنه، مش مناسبه عيد اليتيم بس او يوم عيد اليتيم بس. كل هؤلاء لابد من العنايه بيهم والاهتمام بيهم ورعايتهم. وانا بقول برضو بقول تاني ان مكتبي مفتوح ليهم ليل نهار. سيادة اللواء، هل في وجه تعاون بين الجامعه وبين مديريه الامن؟ والله انا اتكلم مع معالي الدكتور عباس منصور في هذا الامر من دقائق معدوده، ان يكون في تعاون وان يتم تنظيم لقاءات واحتفالات دائمه ومستمره مع الجامعه في كل شيء، مش في على قد يوم اليتيم فقط، بل على العكس. احنا شباب الجامعه هم دول شباب مصر، هم دول اليوم والمستقبل، النهارده وبكره هم دول شباب مصر. نهتم بيهم، بنديهم ننقل لهم خبراتنا الامنيه وخبراتنا عشان بلدنا وعشان مصر، وازاي نقدر نحب مصر وننهض بمصر كلنا ايد واحده. عايزين حضرتك عايزين كلمه من حضرتك توجهها النهارده للشباب، شباب الجامعه. الشباب مصر وشباب الجامعه بالذات، اللي الرئيس بتاعنا بارك الله فيه قال ان احنا حوالي 35 مليون شاب. احنا العالم كله، احنا المستقبل، احنا بكره. شباب مصر يلا عشان نبني مصر، يلا عشان نبني مصر. عايزه كلمه اخيره من حضرتك النهارده بمناسبه يوم اليتيم. يعني انا بقول لربنا سبحانه وتعالى للسان حبيبه، قال انا واليتيم كهاتين في الجنه، وصاب واشار باصبعيه. فاعتقد من هذا المسلك النبوي الشريف نحب اليتيم، نهتم باليتيم، نعتني باليتيم، نحبب اليتيم في وطنه وفي بلده علشان يبقى شاب مصري صالح بيحب مصر وينهض بينا ومعانا كلنا بمصر ان شاء الله. يا فندم زي ما حضرتك عارف ان قناه جامعه جنوب الوادي قامت بانشاء قناه تبث من جامعه جنوب الوادي، كنت عايز اعرف راي حضرتك. يعني حاجه صاحب الفكره الاستاذ الدكتور عباس منصور. يعني الدكتور عباس منصور ده استاذنا كلنا، وانا شخصيا على المستوى الشخصي بحبه وبحب اساتذتنا كلهم في الجامعه، لان طولي منبر العلم، فلما تطلع الحاجه دي منبر علم لها كل التقدير وكل الاحترام، بل على العكس ده الجامعه دي امن، لانها بتعلم الامن، بتعلم حب الوطن، بتعلم حب مصر. ففكره رائعه، اتمنى لها نجاح ان شاء الله. بنشكر حضرتك فندم سياده اللواء. شكرا جدا، شكرا جدا. متحرمش سعاده اللواء. في الدنيا اغلى من وطن ده الكل عندي، اول ما يقولوا مصر الاقي نفسي ابكي لوحدي، اتحدى انا اي حد يحبها في الكون ده قدي. مفيش في الدنيا اغلى من وطن ده الكل عندي، اول ما يقولوا مصر الاقي نفسي ابكي لوحدي، اتحدى انا اي حد يحبنا في الكون ده قدي. هنحب مين غيرها؟ مصر اللي عايشين من غيرها، ولا حد غيرنا افتكرها، شايلة همومنا على خيرها، بلدي بصحيح كتر خيرها. هنحب مين غيرها؟ مصر اللي عايشين من غيرها، شايلة همومنا على خيرها، بلدي بصحيح كتر خيرها.